يا الله. اول ما دشيت علقت في نص حرب، فتح علي بورتل فدمروا، بس يدمرون ساموني على اساس احنا بنوصل نهايه العالم. اهم شيء بنوصل نهايه قاعدتي انا. تبا للوحوش مضرين مضرين بصحة هاي. ما انتبهت لهم وفتحت فتح البورتل وانا مش مركز على البورتل. اوكي بس اخذنا الحسابات كلها. المهم ايزي ايزي مش قوية. بس شو كان انا عندي هني؟ والله احاول اتذكر، احاول اتذكر شو كان عندي. ما شو كان عندي؟ حد بك متذكر؟ اللي متذكر يقول لي. ووريرز يا ووريرز، تعال يا ووريرز تعال. ارشر بعد يبغى له جلوف ترى. ارشر يبغى له جلوف. شوف الحين تحسون اشكالهم وحوش ترى على فكره. والله اشكالهم وحوش. ميج وورير وورير وورير. بس زين مش اسمه تنقلاء. في عنا شيء ثاني اللي هو ايوه ارترز جروف يبالا لذر وروب. انا ليش سويت 13؟ كان المفروض ما سوي 13 ترى. مو مشكلة. ارشرز جلوف عندي 2 ارشرز يعني ما اعرف سويت سبون بالغلط. في حد ما عنده شيء هني؟ كلهم عندهم شيء. يدافعون ولا شيء يزيد السكيل مالهم ولا شيء يقوي قدراتهم يعني. ولو شيء مطلوب يعني ترى نحن اخر شيء بندخل على البوابه منو؟ الاخيره. خلاص نحن على وشك نهايه العالم الاول. لحظه وين ننزل فاير بول؟ بننزل هورنسبل وبورتر. في حال الطوارئ عنا شو ابى احطيه؟ عمل تدريب ولا الليزر؟ لا عمل تدريب. خلها مليون خلها مليون. تعالوا 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 يا اعزائي. اوكي بنوصل الحين مربط الفرس. اوكي ويلكم تو وورد وور فاينل وور. طبعا انا اتوقع ان بنهزمهم بسهولة لان بالنسبة للعالم الاول انا اكثر مجهز بكفاية يعني. او اتمنى هالشي. هل اشهد؟ شبه بيموت. فرست بورتل بارت. هاشوف شلو شلو لا اللي هو الحين من خلال محاولاتنا بكمله. خلينا نشوف فرست بورتل بارت الجزء الاول ستيل. 1 2 3 ستيل يبالنا. جرين كريستال دارك كريستال حصاتين واللي هو عندي بالهبل منه. جولد اجنت عندي مور ستيل. ها شو كان مش ستيل مثرل. ايوه شوفوا بروح اعطانا شوف ستيل هلمت اللي هو موبا اصلا. كم اكس بي اعطانا؟
50,000. أنا يبالي 1,000,000 على أساس إني ألفل. إنزين كرافت سكند بارت، فأهم مسوي له كرافت اختفى شفتوا. جرين كريستال، دبل ستون، ريد كريستال، مثرال إجنت، ستيل بار، جولد إجنت. هذا سكند بارت، لأن احنا مجهزين كل شيء. أبا ستيل الحين شوي يطول الثاني ستيل، خلينا نشيل هاي بدرنا دامنا بس ستيل. Not ready for collecting. اوكي ليش شو كان هني؟ احاول اذكر انا ليش ما يسوي له ريبير؟ كان يسوي خير والله لو يسوي له ريبير، فكونا من شر الشغلة. بس سوينا كل شيء تقريبا في الجزء ترى، على فكرة وصلنا لآخر السلم الوظيفي. السلم الوظيفي شو اسمه؟ اللي هو سلسلة البناء. على فكرة وصلنا آخر سلسلة البناء، فما بفتح أنا شيء ملتي بلاير. في ملتي بلاير بورتال لكن ما راح أفتحها. المملكة الأخيرة هي الهدف يعني في نهاية اليوم، مش آخر مملكة. أبى أشيل باقي الجولد. إنزين كرافت. وين صار وين؟ أيوة. يبى ستيل. يبى ستون. يبى رد. يبى جولد إجنت. يبى بيربل كريستال. مثل الإجنت. and more steel. هذا one more part نحن يجمعنا الستيل في الدرب، وفي في ايرون وايد عندنا ما نحات يعني ستيل. رغم سوي من دام عندي فحم عندي ايرون امور طيبة، لكن شوي نقصنا فحم على فكرة في الخريطة. لو ما نقصنا فحم كان يا كان شيء ممتاز الصراحة. هنا بنسوي اكثر اسلحة وكل شيء، لكن ترى اسلحتنا قوية مو تعبان ابدا. بتحس اني بشتاق حق المزرعه حق المساكين حق عصير الشعير. اتوقع ان مكانهم زين ترى مش سيء يعني، سوينا شوي على الاقل غيرنا السراير، ما سوينا احلى السراير. مع انه بدي اسوي مثلا حق كل اثنين ولا كل ثلاثه غرفه مع طاولة أكل، في بوابة معزولة، في كذا، يكون مكان السكن أكبر، السقف أعلى، ما يكون في خشب بالطريقة هاي. ذبحة الدجاجة، لها قهرتني. يمكن بال ببدأ أسوي لهم بيت فعلي في آخر خريطة اللي هي العالم الكبير. لو بيكون عندنا مساحة كبيرة نسوي كل شيء. هم منحتي هذا يوفر لنا عدة مساحات يعني، أصلا لو أزيد واحد منه إنزين بيزيد لنا مساحة البناء أصلا. شوف وات إيفر بعق هني بتشوفون مكان البناء يكبر، مش قضية أنا عندي كم كبيت، بس لازم أسكر الباب فقط. هذا اللي لازم أسويه، كل اللي لازم أسويه. من الغلطة الثانية اللي سويتها شوفوا هذا يكبر المساحة مثلا لين هني شوفوا، بس مفروض تشوفوا لين وصل رغم ابنها المكان كامل. ها شوفونه خط يكون ملتي ستيج، عدة بوابات، عدة هذا، الدنيا متنوعة. نعرف الحين نجي خلاص الجزء الثالث ولا فورث الرابع وستيل حصة. مش جرين لا بلو، هذا
مش سيلفر، هاي شيء ثاني ستيل، هاي الجزء الرابع. يا بسوي الخامس هاي بتكون اظني نهايه الحلقه. حلقه على فكره وايد قصيره، لكن بغيت تكون بروحه عشان تشوفون كيف نهايه العالم، ولا كيف نهايه الخريطه، ولا كيف تقيمونها وتفر تسمونها كيفكم، ان تكون بروحه وتكون مرجع سهل. وهي بطلناها الحين. هذه شوفوا كثر الموارد اللي باقيه. بورتال سبل، دو يو وانت تو ليف ذا سورد، يقول لي الحين تبى تغادر العالم، تهد الدوار تمارك كلهم من اول وجديد، ولا ما تبى؟ انا طبعا بما انها نهايه العالم، يس موف مي ليتس جو. ولي 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 لا ما يخسر ولي ولي في الموضوع. خلنا نشوف الانيميشن. انيميشن الله ولا انيميشن يعني بس ايوه. هذا The Land of the Winter Heaven. بلاي. نحن لعبنا العالم اللي قبله. نفتحنا. يا الله. Population Growth 1. تخيلوا اني رديت لمرة ثانية دوار في واحد. ما عندها ولا شيء دوار في واحد. والله انها منتفة. بستين ولا بستين مالها. حياتها مأساوية بتكون إذا أنا خليتها بنفس الطريقة على فكرة. بتكره عيشتها. بس هني الشير بيكون أظني صعب. في هذا العالم بيكون الشير وايد صعب. ما بيكون سهل. أنا واحد يحصل له شير ولا ها ولا شغلانة الصراحة. وأكل. أكل هناك. في الغابة. يا الله افتح المنيو تبعت. تردينا من البداية. لا والله فتح لي اول ستة. اوكي كايند اوف نايس. وفر علي درب. والله وفر علي درب. هل تشوف في فرق اخر شيء؟ لا ما فرق. كل بقي ترى نفس الشيء. اللي ابغى اسويه ستون اكس. ستون اكس يس يس. انزين ستون هاتشت شيبايا اكوب حد فيهم هذا. اوكي على الاقل يبدأ حد فيهم. انا احس انه قاعد يكسر شيء يعني. مش لا لا يمكن. بس الحين بداية جديدة. لكن مغامرة تحت الأرض تفرق. لحظة في وحوش جديدة يعني. في وحش الدب. ما يصير نادي وحش الدب. اوكي نايس. نايس. ما له داعي من اول وجديد كلك 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 على اساس انه يستوي. لحظة انا سويت شيء المفروض ما اسويه. اوكي دقني دقني ديش في دقني. شو الاسم الخايس والله ما تستحويها قسم بالله. اسمها دقني بعدها ما استقالت. والله تحسبها قطعة ثلجة بشله. كرافت وان مور ما اقدر. لازم اتريها مش اللي دفع. المهم ها كانت حلقتنا لليوم وبختمها هني. ختام جميل وختامه مسك. فنشوفكم ان شاء الله بحلقة قادمة مع العالم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.